ايه ده؟ النهارده عيد ميلاد بابا، احنا لازم نحتفل بيه. انا هروح اجيب مكونات التورته عشان اعملها له. معاكم تاني يا صحابي. جبنا مكونات التورته. اول حاجه هناخدها البيت. بسم الله، اهو حطيناه. ندخل على تاني حاجه، زيت. تالت حاجه سكر. سكر واللبن. دلوقتي بقى هنحط الدقيق. دلوقتي بقى هنضرب الخلاط. هنحطها في صينية. بسم الله. بصي لنا هنا. دلوقتي بقى يا صحابي خلصنا الكيكة، ندخلها دلوقتي الفرن. ورجعنا لكم تاني يا صحابي. زينا الشقة وحاطين دلوقتي التورتة في الفرن. هنفك أول بالونة. هنفك بالونة. شو دي تعمل؟ لا انا هعمل الخضرة. بس خلصنا البالونتين. ايه ده؟ انا هشم ريحة الكيكة. هروح بقى اطفي عليها. بعد ما زودت التورتة مع ماما بقى شكلها جميل قوي. اعملوا لنا لايك. طفي النور دلوقتي عشان بابا زمانه جاي. الدنيا دلوقتي ضلمة، زمان بابا طالع. ايه ده؟ هو النور مطفي ليه كده؟ النور قطع ولا ايه؟ ايه ده؟ مفاجأة. ايه اللي انت عاملاه ده يا بوب؟ انت ناس عيد ميلادك. اه كل سنة وانت طيبة. تقول لنا كل سنة وانت طيبة. اه عيد ميلادك انت كمان. هاتي بوس. هاتي هنا، تعالي كده. شني بقى. شني بقى. انت خلاص كبرت. انت خلاص كبرت. شيل البالونة بتاعتي. مين اللي عمل التورتة الجميلة دي؟ دي انا. ماما ساعدتني فيها. ماما ساعدتك كمان. ومين اللي عمل الزينة دي؟ انا طبعا. شطورة يا بوبا. كده بقى هناكله يعني ولا هنعمله ايه؟ طبعا يا صوتنا هابي بيرثدي. هقولي هابي بيرثدي. بس انا وانت طيب يا بابا. وانت طيب يا نور عين. كل سنة وانت طيب يا بابا. وانت طيبة يا ماما. يلا نحتفل بقى بعيد ميلاد بابا. هابي بيرثدي تو يو. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا حبيبه. راكبه في اي حته. ماشي. انا اللي هاخد الشمع. انت اللي هتطفي وعيد ميلاد بابا اصلا مش هتطفي وسريعه. ايه كل سنه وانت طيب يا بابا. كده يا بابا ماما. بابا 100 سنه. يا بابا جميله. يلا بقى انا عايز الحته دي والحته دي. يلا بقى حبيبه اللي عامله التورته دي وهي مزوقاها وعامله كل حاجه. انا عايز اخد المانجا. طيب سلام. عايز اكل المانجا كلها. في مانجا على فكره في الثلاجه. في مانجا تاني. بصي يا اصحابي قليلهم. يلا بقى هنقطع دلوقتي التورته. اليوم اعملوا لنا لايك يا اصحابنا يا حلوين. ما تنسوش تشتركوا في القناه واعملوا لنا لايك. ما تنسوش. Thank you.
يا بابا. اتفضلي يا بوباية. ولا عايز شوكولاتة؟ اديني شوكة يا وسام. امسكي الشوكة. اتفضلوا معانا يا اصحابنا يا حلوين. يلا دوقي كده وشوفي بقى تطلع طعمها ايه. جربتها؟ ايه؟ جربتها بتاعتي؟ هي التورتاية هي كاملة اهي. بحط المانجا بس. ما انت عندك مانجا يا ما. طعمها حلو. هي بتحب المانجا. يلا نقول لاصحابنا بقى ايه؟ مع السلامة بابا. بابا مشهورة بالأحلام. وشاي بتاعت شوكولاتة. باي. مع السلامة يا اصحابنا يا حلوين. يا حبيبة بطلي تنطيط. حاضر يا ماما. صليتي الظهر يا حبيبة؟ صلي بعد شوية بدل ما. لا قومي صلي دلوقتي. لا بعد شوية. طب خمس دقايق يا حبيبة وتقومي تصلي. ماشي. وبلاش تنطيط. ماما ماشي. ايه ده؟ ايه ده حبيبة؟ حبيبة؟ حبيبة ايه اللي حصل؟ في ايه؟ في ايه يا حبيبة ايه اللي حصل لي؟ ايه الدم ده؟ وقعتي من على الكنبة؟ شفتي يا حبيبة اخدت التنطيط؟ شفتي؟ سكي سكي وريني بقي. يا خبر يا خبر بصي الدم. يا خبر يا حبيبة وريني بقك يا حبيبتي. دي سنتك اتكسرت. قومي معايا. قومي شفتي اخدت التنطيط؟ قومي قومي على الحمام. يلا اغسلي وشك واغسلي ودماغي بقك. شفتوا يا اصحابنا يا حلوين اخره الشقاوه ايه؟ وعشان حبيبه كمان ما سمعتش كلام ماما وقعدت تتنطط وقعت من على الكنبه وسنتها اتكسرت. لازم تسمعوا كلام ماما وبلاش شقاوه. محدش يتنطط كده على الكراسي. صح يا حبيبه؟ صح. تقولي لاصحابك ايه بقى؟ محدش يتنطط زي كده عشان انا لما اتنطط وقعت وسنتي اتكسرت. ايوه كده شاطره. تسمعي كلام ماما. ويلا بقى عشان تصلي الظهر في ميعاده. ومفيش بقى ما ينفعش تقول اقول لك قومي صلي تقولي لي كمان خمس دقايق مش عارفه ايه. لازم نصلي الوقت في ميعاده. اي صلاه لازم نصليها في ميعادها. وانتوا يا اصحابنا يا حلوين اول ما تسمعوا الاذان تقوموا على طول تتوضوا وتصلوا. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. ومع السلامه يا اصحابنا يا حلوين.